نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ المحاضرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. توقفنا في المرة السابقة أمام إن إحنا بصدد إعطاء مثالين بساط يحاولوا إنهم يوضحوا الفكرة الأساسية للتعرف الإحصائي على الأنماط. قلنا نبدأ بسمبل كلاسيفاير، وقلنا إن الجزء الخاص بالسمبل كلاسيفاير هيبدأ بفكرة فيش سورتنج، يعني بمعنى ان احنا لو عندنا سير عليه مجموعة اسماك، ازاي نقدر نعمل نصنف الاسماك دولت بحيث انهم لنوعين، نوع اسمه سلمون ونوع اسمه سيباس. فده السيستم ببساطة اللي احنا اللي مفروض يعني في البراكتس مفروض يكون بهذا الشكل. في كلاسيفاير، الكلاسيفاير دوت هيبقى سوفت وير هياخد فيدباك من الكاميرا بناء على فيتشرز معينه، بناء على سمات معينه. السمات دي قد تكون طول السمكه، قد يكون عرض السمكه، قد يكون وزنها، قد يكون عدد الزعانف. فكره how to extract السمات، how to extract الفيتشرز، ازاي نستخلص السمات دي. في جزء منها كبير يعتبر ارت، يعتبر فن، يعني اختيارنا للسمات، اختيار السمات من الاجزاء اللي هي جزء منها ساينس وجزء منها كبير يعتبر ارت، يعتبر فن، يعني ما بيجي باي تراي اند ايرور، بيجي مفيش سيستماتيك رول نقدر على ضوءها نقول هي دي السمة اللي هتكون اصلح. ف how to design a pattern recognition system. فاول حاجة بنكولكت الداتا زي ما حضراتكم شايفين كده، بناخد مجموعة اسماك، طبعا الراندوم، يعني الاسماك ديت هي دي اللي احنا هنبتدي نعمل تريننج بيها، هي دي اللي احنا هنبتدي نعلم الكلاسيفاير بتاعنا بناء على سمة من السمات اللي هنختارها. فاول حاجة كولكت الداتا اللي هي التريننج داتا، وبعدين هنعلم بيها الكلاسيفاير. طبعا مش كل الداتا اللي احنا هنعملها كولكشن هنعلم بيها كلاسيفاير، لا، في جزء فقط، يعني هيحصل نوع من البارتيشن للديتا بحيث انه نشوف مثلا 70% تريننج 30% تيست، او في طرق اخرى الكي فولدز، اشياء انواع اخرى هنتكلم عنها في حينها لما نيجي نتكلم على هاو تو بارتيشن الديتا نفسها اللي هنشتغل بيها. السمات بقى قد تكون اللينث، قد تكون اللايتنس، قد يكون الويتس، نمبر اوف فينز بالنسبه للزعانف. وبعد كده هنعلم بيها نوع معين من الكلاسيفاير، يعني الكلاسيفاير قد يكون بيزيان كلاسيفاير بروبابيليستيك فورم اذا كانت المعروف مسبقا الى ان توزيع الاسماك اللي عندي دي بالنسبه للسمه، بالنسبه للصفه اللي موجوده بتنتمي الى نوع من الديستريبيوشن معين، نوع من البروبابيليتي ديستريبيوشن. فساعتها ومعروف كمان، مش بس الديستريبيوشن معروف، معروف الديستريبيوشن ومعروف ايضا البارامتر بالنسبه له. فساعتها هتبقى المساله بسيطه جدا، هيبقى بالنسبه لي الكلاسيفاير هو البارامتر بتاعته معروفه، وكذلك الديستريبيوشن يعني البروبابيليتي ديستريبيوشن بتاع الكلاسيفاير معروف، وبالتالي البارامتر نوع الديستريبيوشن سواء نورمال ديستريبيوشن
او سواء بيتا ديستريبيوشن او سواء اي نوع من الديستريبيوشن ال 20 اللي احنا او اكتر حتى من 20. بعد كده بنعلم الكلاسفاير وبنتست الكلاسفاير بالجزء الباقي بالنسبه للداتا. هنشوف الكلام ده طبعا بالتفصيل بالظبط بالنسبه يعني قلنا لو بدانا بتوي اكزامبل يعني بمثال بسيط جدا نقدر نقول هفرض ان احنا جمعنا حوالي 50 سمكه يعني عدد الاسماك اللي موجوده عندنا كلها 50 سمكه. هنحاول بقى نحط السمك بتاعنا ده بشكل معين. المحور اكس اللي موجود دوت بيمثل لي اطوال الاسماك يعني ال 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 الطول مثلا 2 ده في كم سمكه سلمون سي باس وسلمون. فعند الاثنين يعني الجزء اللي قدامي ده بيمثل لي الاطوال والجزء اللي هو هنا ده بيمثل لي عدد الاسماك. يعني بنبدا ب نوع من الكاونتنج البسيط قوي لان الكاونتنج اصلا والبروبابيلتي زي ما قلنا المره اللي فاتت ان البروبابيلتي بالنسبه لاي ايفنت بتساوي عدد حدوث الايفنت دي على عدد حدوث التجربه كلها. طبعا مع الليمت ان ان عدد حدوث التجربه كل ما ان يعني تندس تو انفينيتي يبقى الايفنت بتاعتي بتمثلي بروبابيلتي. يعني البروبابيلتي اوف ايه بتساوي الليمت لما ان تندس تو انفينيتي ان اوف ايه على ان. فلو احنا خدنا ابتدينا بالكاونت على اساس الكاونت بالنسبه لنا هي بتمثل لي نوع برضه من الديستريبيوشن نوع من البروبابيلتي لو انا قسمت على العدد الكلي فلو احنا حطينا يعني جدول زي اللي قدامنا دوت نقدر نقول ان احنا ممكن نشوف ديسكريميشن او سيبرابل فيجر يفصل بين السلمون وبين السيباس يفصل بين السيباس اللي هو عندي السلمون باللون الاحمر دوت. فلو بصينا الى ان السلمون اسف هنا السلمون مكتوب باللون الاحمر لكن هو اللون الاخضر بالنسبه لنا هو السلمون ليه؟ سبب ان في اتنين هنا في سمكتين قدامنا اهمت سمكتين طولهم اتنين فعند قلنا الاكس اكسس ده الاكس اكسس هو اطوال السمك والواي اكسس هو عدد الاسماك فلو بدانا قلنا مثلا اتنين ف كم واحده طولها اتنين بالنسبه للسي باس زيرو فالسي باس اللي هو باللون الاحمر ده زيرو واتنين بالنسبه للسلمون. طيب بالنسبه للطول اربعه في سمكه واحده فقط سي باس بالنسبه للسي باس وفي خمسه بالنسبه للسلمون اللي هو اللون الاخضر. طب بالنسبه للثمانيه في عندي 10 بالنسبة للسلمون اللي هو الأخضر ده 10 وفي 3 فقط بالنسبة للسيباس. فالرسمة وضحت جدا الشكل اللي موجود دوت بيوضح ازاي قدرنا ال 50 سمكة اللي قدامنا قدرنا ان احنا نعمل لهم نوع من حسب الكاونتنج وحسب الأطوال بتاعتهم قدرنا نصنفهم بهذا الشكل. بعد كده هنحاول نعمل ازاي الديسكريميناتنج فيتشرز اللي قلناها هي الطول. اللينس خدنا اللينس بتاع السمك على انه هو الديسكريميناتنج فيتشر. لو جينا فكرنا بقى ناخد ثريشولد معين قلنا طبعا الثريشولد دوت يعني يعني في حقيقه الامر انه كل ما يخلي كلاسيفيكيشن ايرور اقل ما يمكن يبقى الثريشولد بتاعنا ده افضل. فاحنا لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان من الرسمه اللي فاتت دي ان الاخضر
بالنسبة لنا اللي هو السلمون الأخضر، بالنسبة لنا اللي هو السلمون، بالنسبة للطول أقصر، يعتبر أقصر بالنسبة للسيباس، يعني الأحمر بالنسبة لنا طوله يعني في الغالب أطول، في الغالب أطول. بالنسبة للأخضر في الغالب أقل، الأخضر اللي هو بالنسبة لنا خاص ب يعني الأطوال الصغيرة، بالنسبة الأخضر زي ما اتفقنا إن هو السلمون، السلمون والأحمر اللي هو السيباس. فنقدر نقول إيه بقى؟ نقدر نقول إذا كانت الفيش لينث أقل من سيرتن ثريشولد معين، فالقليل قلنا السلمون، وإذا كان أكبر من الثريشولد ديت يبقى هنصنف السمكة على إنها سيباس. طيب نختار هنا الثريشولد قد إيه؟ باي ترايل اند ايرور كده هنحاول ناخده الأول 5. يبقى نقول إيه؟ نقول ليت افرض إن عندي الثريشولد بالنسبة لي كان 5. طيب ليه هنا الكلاسيفيكيشن ايرور؟ جا منين الكلاسيفيكيشن ايرور؟ لو كان اللينس 5، لو كان اللينس 5، لو كان الثريشولد 5 يعني، قلنا منين الكلاسيفيكيشن ايرور 17 على 50؟ جا منين؟ في الواقع انه لو بصينا للرسمه اللي هنا دي نجد انه صحيح اقل من 5، يعني كاني خدت محور بهذا الشكل، كاني خدت المحور بالنسبه لي كاني خدته بهذا الشكل عند 5 كده. فهعتبر كل اللي اقل من الكلام ده هو عباره عن سلمون الصغير، بس في الواقع ممكن يكون الاخضر، يعني صحيح، يعني صحيح انا اسف، كل اللي اقل من 5 هاخده الاخضر لان الاخضر هو الغالب، لكن ممكن يكون احمر، ممكن يكون هو الاحمر بالنسبه لي، يعني ممكن يكون هو سيباس، وبالتالي عدد الاسماك اللي موجوده في السيباس هي اللي ممكن تجيب لي خطا، هي اللي ممكن تجيب لي خطا. فلذلك انا اعتبرت ايه؟ اعتبرت ان الاحمر هو الاطول، الاحمر اللي هو السلمون، انما لكن لا يعني ان ممكن تجي لي سمكه هنا مثلا، سمكه في الحته دي، فطبعا هاخدها على انها الاصغر، هاخدها على انها الاخضر بالنسبه لي يعني، وبالتالي يبقى وبالتالي ممكن انه على اني خدت في اعتباري عامه ان الاحمر هو الاكبر، وخدت عند الديسيشن لاين بالنسبه لي عند 5، فكل ما يجي اقل من 5 هاخده على انه الاخضر بالنسبه لي اللي هو السلمون، لكن مع ذلك ممكن يكون هو مش سلمون، ممكن يكون هو سيباس. فالسيباس بالنسبه لي واقع في الجزء دوت، يعني لو خدت كده كل ده يعتبر بالنسبه لي سيباس، وبالتالي هو ده اللي ممكن يمثل لي الايرور، هو ده اللي ممكن يمثل لي الايرور. عشان كده اعتبرنا ان الايرور بالنسبه لي هو 1 × 1/2 × 15 = 17/50، هو ده بيمثل لي الايرور لو احنا خدنا الثريشولد بالنسبه لنا عباره عن 5، عباره عن 5. طيب لو خدنا ثريشولد ثانيه، هو في الواقع كل ما الاريا، يعني كقاعده عامه، كل ما تكون الاريا اللي هي كومن بين الاثنين اقل ما يمكن، كل ما تكون الاريا الكومن بين الخطين اللي موجودين اقل ما يمكن، يبقى الايرور هيقل، الايرور هيقل. ولذلك اقل ايرور في الواقع هيجي لي لو انا خدت الثريشولد عند نقطه التقاطع دي، عند نقطه التقاطع دي، نقطه التقاطع دي هي اللي تديني اقل ايرور بالنسبه لنا، اقل ايرور بالنسبه لنا. هنا لما قربت شويه من النقطه، احنا كنا بدانا الاول بخمسه، كنا بدانا الاول بخمسه وبعد كده خدنا اللينث بتسعه، فالايرور قل
من 37 او من القيمه اللي فاتت لغايه ما نزل عند 20. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده احنا شفنا ان اللينس لوحده لو خدنا فيتشر اللينس لوحده ادانا ايرور حوالي 20%. هل ممكن نفكر ناخد سمه اخرى؟ هل ممكن ناخد فيتشر اخرى غير الفيتشر بتاعت اللينس؟ وليكن مثلا اللايتنس، لو خدنا اللايتنس وكررنا نفس التجربه اللي فاتت وخدنا اللايتنس، يعني الوزن مثلا ممكن او الخفه بالنسبه للسي باس مع السلمون، وعملنا نفس التجربه قلنا برضو نفس عند واحد، يعني على عند اللينس بتاع واحد، فهنا في صفر وفي هنا سته وفي هنا سته، عند اتنين في واحد برضو بالنسبه لنا وفي عشره وفي عشره، فخدنا كاننا خدنا صفه اخرى، صفه اللايتنس كنوع من الديسكريميتيف، يعني الديسكريميتنج فيتشر، كنوع من السيبرابل فيتشرز، كاني بحاول ادور على صفه تفصل بين السلمون وبين السي باس، تفصل بين السلمون والسي باس. كررت نفس التجربه للفيتشر ديت وشفت قد ايه خدت كام سمكه عندي، اجمع العدد ده كله واشوف برضو الايرور لو انا خدت ثريشولد بالنسبه لي هو الجزء دوت، وبالتالي لو جمعت ده زائد ده على العدد الكلي هيديني برضو ايرور. طب اذا كان الامر كده ايه المانع ان انا ده الجزء اللي هو بيمثل لي الديسيشن لاين. تلاحظ هنا الايرور هو عباره عن ايه؟ يعني لو عندي ديستريبيوشن بهذا الشكل وديستريبيوشن تاني بهذا الشكل، ده عباره عن جوينت ديستريبيوشن وده عباره عن جوينت probability، الجوينت probability والجوينت probability. بالنسبه ايه البروبابيلتي ان اكس تكون واقعه في الكلاس سي 1 اللي هو كان بالنسبه لنا مثلا سلمون، وايه البروبابيلتي ان اكس تكون واقعه في الكلاس الثاني اللي هو سي باس؟ فنلاحظ ان كل ما الاريا هنا الايرور بيمثل لي اللون الازرق والاحمر والاخضر، هو ده الايرور بالنسبه لنا. فواضح طبعا انه لو انا خدت الثريشولد بالنسبه لي هنا كده يبقى هتقل الكومن اريا بالنسبه لنا، وهكذا لغايه لما تتلاشى اللون الاحمر ده خالص، هيتلاشى هنا. يعني كان الايرور عباره عن الاحمر زائد الاخضر زائد الازرق، فلما اجي هنا هيجي هنا هيتلاشى اللون الاحمر خالص، هيتلاشى اللون الاحمر خالص، هتبقى الازرق زائد الاخضر هو ما اتغيرش، لكن اللي اتغير بالنسبه لي هو مين؟ هو اللون الاحمر تلاشى. فلما كان الايرور هو عباره عن الاحمر زائد الاخضر زائد الازرق، فلما اخد الثريشولد بتاعتي عند اكس نوت هلاقي ان اللون الاحمر بالنسبه لي تلاشى خالص، اللون الاحمر بالنسبه لي تلاشى خالص. صحيح مش هتغير الازرق، هيخش كده اكتر وهيبقى نفس القيمه، يعني الحته الاخضر اللي انا خدتها دخلت مع اللون الازرق اللي موجود، لكن الاحمر هو اللي تلاشى. وبالتالي احسن ثريشولد بالنسبه لنا هو نقطه التقاطع اللي بين الديستريبيوشن اللي هو البروبابيلتي اوف اكس وسي 2 مع البروبابيلتي اوف اكس وسي 1. دي بتمثل لي ازاي اختار الديسيشن لاين اللي يفصل بين الاثنين. طيب احنا شفنا مع بعض انه إذا كنا خدنا سمة واحدة ولتكن اللينس، وخدنا سمة أخرى ولتكن اللايتنس، إيه المانع إن إحنا ناخد السمتين مع بعض ويبقى عندنا فيكتور؟ الفيكتور دوت هو عبارة عن مجموع السمتين، يعني إكس واحد بتمثل لي اللينس وإكس اتنين بيمثل لي اللايتنس. يبقى هنا المرة طبعا ممكن بعد كده ناخد اكتر من سمة ويبقى عندنا الفيكتور بالنسبة لنا زاد، لكن علشان يبان في التو دايمنشن فكأن المنظر اللي قدامنا دوت، المنظر اللي قدامنا بيقول انه غالبا اللينث، يعني لو خدت نقطة من كده النقطة دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي اللينث بتاع السي باس في الغالب اكبر، يعني دايما النقطة هنا ليها اكس واحد وواي واحد مثلا
لو خدت نقطة كده هنا، النقطة دي ولتكن، ونقطة تانية هنا بالنسبة للسلمون هي عبارة عن اكس واحد وواي واحد. فالمراعاة دايما ان اكس هنا صغيرة وواي هنا صغيرة، وهنا دي مثلا اكس اتنين وواي اتنين، اللي هو الطول ده واي اتنين، والطول ده اكس اتنين، والطول ده اكس واحد، والطول ده واي واحد. ففي الغالب انه السي باس اكس اتنين بالنسبة له، او الاكس فاليو والواي فاليو ده في الغالب بتبقى اكبر من السلمون، اكبر من السلمون. من هنا نقدر نقول ان احنا ناخد اتنين فيتشرز، ناخد اتنين فيتشرز. طيب فين يعني الديسيشن باوندري بالنسبة لنا هيبقى ايه بقى؟ اللاين ده، يبقى احنا بندور على خط مستقيم هنشوف قدام ان هو عبارة عن اوميجا ترانسبوز في اكس زائد اوميجا نوت الجزء المقطوع من محور الصادات، هو اللاين ده. ممكن نحتكم ليه بالنسبة لو جت سمكة جديدة، يعني نيجي نقول ايه، افرض ان في سمكة جديدة هنا unknown، سمكة جديدة unknown ليها لينس معين وليها لايتنس معينة، نشوفها لو كانت واقعة فوق الخط يبقى نعتبرها سي باس، ولو كانت واقعة تحت الخط دوت نعتبرها سلمون. يبقى احنا نقدر نقول ايه دلوقتي؟ احنا بندور على احسن خط يحاول يفصل بين التو فيتشرز دولت، يفصل بين التو فيتشرز دولت. الخط دوت نجيب معادلته، يبقى احنا بندور على المعادلة f of x ده، طبعا بندور على احسن w، هنشوف دلوقتي هنجيبها ازاي، بحيث بناء على x اللي عندي، بناء على التريننج داتا اللي موجود، هو ده يعتبر الديسكريمينيتنج لاين اللي هنحاول نجيبه. اللي لو جت نقطة جديدة unknown، لو جت نقطة جديدة unknown هنحتكم بالنسبة للخط ده، يبقى هنحاول ندور على احسن W، هي دي الحاجة الوحيدة اللي هي مكونة من W نوت ومعها كذا W بالنسبة لنا. لو اعتبرنا ان انا بتكلم على linear discrimination، لو بتكلم على linear discrimination، لو بتكلم على خط هيفصل بينهم، الخط دوت جبته انا هجيب معادلته بناء على التريننج داتا اللي عندي اللي هي جايالي من السي باس واللي جايالي من السلمون. بعد كده لو جت نقطة جديدة unknown هنا مثلا، نقطة جديدة unknown، هعتبر الخط بالنسبة لي دي هي على شمال الخط ولا على يمين الخط، فوق الخط ولا تحت الخط. الخط دوت هنحاول نجيب معادلته بناء على التريننج داتا اللي موجودة بعد ما جمعنا الاتنين. طب انت دلوقتي لما شفت في الخط اللي فات ده، الخط اللي فات ده لما خدت خط مستقيم، خدت linear line، جبت classification error حوالي 4%. طب ايه المانع ان احنا بدل ما يبقى خط مستقيم نحاول ناخد نون لينير، يعني نخلي الخط بالنسبة لنا، يعني لو انت بصيت كده بالنسبة للجزء اللي كان موجود هنا كان في نقطة خضراء برضو هنا. طب ما ايه المانع ان احنا ناخد الخط بالنسبة لنا يحاول يعدي النقطة الخضراء دي كده، وبالتالي يبقى كله، وهنا برضو في نقطة حمراء، يبقى نحاول نبعد نخلي الخط بالنسبة لنا حاجة زي كده. يبقى بدل ما اخد linear discrimination، linear discriminating function، يعني بدل ما ناخد دالة خطية نحاول ناخد non-linear، خط يعتبر non-linear زي المنظر دوت، ده يعتبر non-linear. وبالتالي اثناء التريننج يديني zero classification. هل ده صح؟ في الواقع العبرة مش اثناء التريننج، العبرة اثناء التست، العبرة مش اثناء التريننج، العبرة اثناء التست. بمعنى ايه؟ بمعنى لو بصينا كده دلوقتي كلاسفار شوف بالفورمول النيو داتا، ايوه العبرة مش بالاولد داتا. يعني الفكرة الاساسية في تصميم
المصنف او الكلاسفاير، مش انه هو يديني زيرو ايرور اثناء التريننج، انا يهمني انه يديني اقل ايرور اثناء التست، يديني اقل ايرور اثناء التست. فشفنا هو ده الخط خلاص اللي احنا احتكمنا ليه اثناء التريننج. لو انت اعتبرت، لو احنا فرحنا مبدئيا بان الخط النون لينير بيديني زيرو ايرور، بيديني زيرو ايرور اثناء التريننج، وقلنا خلاص يبقى النون لينير افضل. جينا جربنا النون لينير كلاسيفاير دوت عند النيو ديتا، لقيناه في الواقع بهذا المنظر ده، مع ان الخط المستقيم اللي كان موجود اللي فات، الخط المستقيم اللي كان موجود اللي فات كان ممكن يدي ايرور اقل، ايرور اقل. هنا في حاجه اسمها اوكام ريزر، شفره اوكام، انه مفيش داعي، يعني في قاعده بتقول ايه. يبقى هنا وات ونت رونج، ايه الخطا، الخطا اللي موجود. لو بصينا للمنظر اللي موجود، كان زيرو، كان زيرو كلاسيفيكيشن اكيورسي عند التريننج، لكن العبره مش بالتريننج، العبره عند النيو ديتا، العبره عند النيو ديتا. فالخطا ان احنا حاولنا نعمل اوفر تريننج، حاجه اسمها اوفر ليرنينج. الاوفر تريننج او الاوفر او اوفر فيتنج هنشوفها مع بعض دلوقتي، انه كل ما بنزود، يعني كل ما بنزود التريننج سات ونحاول نغير من الاوردر بالنسبه للكلاسيفيكيشن لاين، كلاسيفيكيشن لاين، كل ما الجنراليزيشن، الجنراليزيشن مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان الكلاسيفاير بتاعي ده مش بس يشتغل عند الداتا القديمه، لا يشتغل عند الداتا الجديده. فانا يهمني جنراليزيشن، يهمني ان الكلاسيفاير اللي انت بتعمل له تصميم دلوقتي، الفانكشن اللي انت بتختارها اللي هي اف اوف اكس اللي احنا قلناها دي، اللي هي عباره عن خط مستقيم، قلنا عباره عن اوميجا ترانسبوز في اكس زائد اوميجا نوت. الخط دوت يهمني جدا ان انا طبعا ان انا احتكم اليه بالنسبه للداتا الجديده. يعني لو في داتا جديده، الاصل انه يديني كلاسيفيكيشن ايرور اقل ممكن، مش بالنسبه للداتا القديمه، مش بالنسبه للداتا القديمه. وبالتالي فكره هنا جت البور جنراليزيشن. البور جنراليزيشن يعني ايه؟ يعني هو اشتغل كويس جدا عند الداتا القديمه، لما جيت تحط داتا جديده نتيجه النون لينياريتي اللي موجوده، نتيجه الكومبليكيشن بالنسبه للباوندري، بالنسبه للخط الفاصل اللي بين التريند داتا بالنسبه للسيباس وبالنسبه للسلمون او بالنسبه للتريند داتا قبل كده، يبقى كومبليكيتد باوندريز دونت جنرالايز ويل تو ذا نيو داتا. هي دي المشكله. فانت ممكن تكون بتدي كلاسيفيكيشن اكيورسي زيرو عند التريننج فيز، عند التريننج فيز، لكن العبره مش بالتريننج فيز، العبره ب التست فيز، العبره بالتست فيز ديت اللي احنا قلنا عليها، بنسميها اوفر فيتنج، اوفر فيتنج بروبلم، اوفر فيتنج بروبلم. ودي بيعبر عنها واحد اسمه ويليام اوكام، بيعبر عنها ويليام اوكام بجمله مشهوره جدا: entities are not to be multiplied without necessity. اذا ما كانش في ضروره لزياده، لتعقيد الكلاسيفاير، يعني لو كان اللينير كلاسيفاير، لو كان اللينير كلاسيفاير بيدينا اكيرسي معقوله، يبقى من العبث ان احنا، من العبث ان احنا نزود عدد الاوردر، نزود عدد الاوردر بالنسبه للكلاسيفاير.
دي بيسموها اوكام ريزر برنسبل. ريزر يعني شفره اوكام، زي بالظبط ما الانسان بيجي يعني عايز يجمل نفسه عند الحلاق، يبقى بيشيل الشعر اللي هو على القد فقط، مش مفروض ان هو يزود زياده الشعر اللي موجود، عشان كده سموها اوكام، شفره اوكام، اوكام ريزر. هو عشان العالم اللي قال الجمله دي كان اسمه ويليام اوكام، قالها طبعا زي ما انت شايف ان هو قديم جدا، راجل من ده ده ده, ده, ده ميلادي يعني اكتر من، شوف ده 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 عاش فتره قديمه جدا يعني في القرن ال 13 الميلادي، في القرن ال 13 الميلادي. ليه جمله مشهوره اسمها انتيتيز، الاشياء او الموجودات ار نوت تو بي مالتيبلايد، مفيش داعي تعقدها بدون ما يبقى في ضروره للتعقيد ده، مفيش داعي ان انت تعمل لها مالتيبلكيشن. يعني اذا كان الحلاق بيحلق وبيشيل الشعر اللي هو زائد بس، يبقى خلاص مفيش داعي ان هو يزود انه يحلق اكتر، لانه اذا حلق اكتر في اخر الامر هيجور على الشعر الزائد اللي موجود. فدي اللي بيسموها اوكام ريزر، شفره اوكام، شفره اوكام. وهنثبت الكلام ده رياضيا بشكل اكتر لما ندرس ان الكلاسيفيكيشن اكيرسي، الكلاسيفيكيشن ايرور، ممكن تقسمها لثلاث حاجات: نويز وباياس وفيريانس. لما ندرس شويه بروبابيلتي هنشوف ان الكلام ده دي كانت الجزء الاولاني بالنسبه للسلايد. الجزء الثاني بقى هناخد المثال الثاني، المثال الثاني بالنسبه هناخد الجزء الثاني من السلايد. وارجو، لان دي كانت اخر سلايد بالنسبه لنا هنا، ارجو انه ده المثال الثاني بالنسبه لي، اقصد الجزء الثاني من الفايل. وده احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا مثالين. المثال الاولاني كان عندنا كلاسفاير بسيط، باينري كلاسفاير. المثال الثاني هو عباره عندي ساين ويف معها نويز. انا مش عارف الفانكشن الحقيقيه دي، عايز اختار احسن فانكشن، احسن فانكشن. يعني انا ما عنديش اف اوف اكس، دي تعتبر بالنسبه لي unknown. هي عباره عن بدور انا على تارجت فانكشن، بدور على تارجت فانكشن، تعتبر افضل حاجه بالنسبه للunknown فانكشن اف اوف اكس دي بالنسبه لي. يبقى عندي سيجنال بلس نويز، عندي سيجنال بلس نويز، وبحاول ادور على احسن خط. يمكن يكون الخط الاخضر ده، ممكن يكون خط تاني، ممكن يكون الشكل دوت، ممكن ابدا بخط مستقيم وهكذا. دي المساله اللي بنسميها بولينوميال كيرف فيتنج. بولينوميال كيرف فيتنج عباره عن ساين بلس نويز، وانا مش عارف اصلا الفانكشن الاساسيه بتاعت الساين، وعايز ادور على احسن اف اوف اكس بتقرب للانون فانكشن اكس دي، بتقرب للانون فانكشن اكس بالنسبه لي. فهنبتدي نقول طيب نحاول ان احنا نستخدم ايكويشن بهذا الشكل، ممكن تكون بولينوميال. طبعا الاوردر بتاعت البولينوميال دي ممكن نبتديها بلينير، ممكن نخليها كوادراتيك، ممكن نزود اكتر. فهنبدا بمعادله بسيطه جدا نحاول ندور على الفانكشن اللي احنا بندور عليها واي ديت. يعني هنحاول ان احنا ندور على نبدا ببولينوميال فانكشن بهذا الشكل، بولينوميال فانكشن بهذا الشكل، بحيث ان احنا نشوف. ممكن نبدا بخط مستقيم بس، وبالتالي ممكن ناخد اوميجا نوت مع اوميجا 1 بس، ممكن ناخد كوادراتيك. كل مره بنحاول ندور على اقل ايرور موجود، بنحاول ندور على اقل ايرور موجود. الايرور ده بقى يتحسب ازاي؟ الايرور ده يتحسب ازاي؟ انا عندي واي دي الفانكشن اللي انا بجيبها، اللي انا جبتها من المعادله اللي فاتت دي.
واي دي تعتبر فانكشن في اكس ومعاها كمان عدد البارامتر اللي انت هتاخدها بالنسبه لنا. لو كان لينير يبقى اخد اوميجا نوت واوميجا 1، لو كان كوادراتيك هاخد اوميجا نوت واوميجا 1 واوميجا 2 وهكذا. يعني اذا كنت باخد بولينوميال انا عايز اختار قيمه اوميجا والاوردر بتاعها، قيمه اوميجا والاوردر بتاعها such that ان يكون الايرور ده، الايرور ده اقل ما يمكن. يعني عندي في الواقع النقطه دي بتمثل لي الترو تارجت، واي ده بيمثل لي الاستيميتد فانكشن، الاستيميتد فانكشن. يبقى انا بعمل مود فانكشن استيميشن، فانكشن استيميشن، بحيث ان كل نقطه من دولت الفرق بين الترو تارجت، الترو فاليو والاستيميتد فاليو بيديني ايرور واحد. ده مثلا ايرور معين ايرور ان، وده ايرور واحد، وده ايرور تاني. فانا في الواقع عايز ايه؟ عايز السمشن بتاعت الايرورز دي تكون اقل ما يمكن. بس ممكن يكون في ايرور موجب وفي ايرور سالب. علشان ابعد عن الموضوع دوت يا اما اخد الماجنتيود او اخد السكوير ايرور. هنا الفكره الكرايتيريا اللي انا ببنيها دي معروفه اسمها الليست سكوير ايرور، الليست سكوير ايرور، عايز اقل الايرور بالنسبه للسكوير اللي موجود، اللي بين الاستيميتد فانكشن وبين الترو فانكشن. بنبعد عن الابسوليوت على اساس ان هو مش ديفرنشبل، غير قابل للتفاضل، مش ديفرنشبل. كذلك لما باخد سكوير الايرور القليل، الايرور القليل بيقل اكتر والايرور الكبير بيزيد اكبر، وبالتالي كاني بعمل ويتنج، كاني بعمل ويتنج بالتربيع نفسه. يعني التربيع نفسه يبقى في فايدتين هنا ان انا خدت السكوير. اول حاجه ان خليت الايرور دايما موجب، السكوير هنا بالنسبه لي دايما خليت الايرور موجب علشان ما يبقاش في ايرور سالب وايرور موجب يروحوا مع بعض، وبالتالي يبقى في ايرور في الواقع وانا شايف ان هو بصفر هنا، صفر. يعني لو انا شلت دلوقتي السكوير دي، لو انا شلت السكوير دي وتعاملت مع الايرور بس على انه عباره عن الاستيميتد واي مع الترو واي، فممكن تيجي واحده موجب واحده سالب يشيلوا بعض، ومع ذلك بعاد جدا، ومع ذلك بعاد جدا عن الخط الاستيميتد اللي موجود، في ايرور حقيقي يعني. فانا علشان اخلي الايرور دايما في اتجاه واحد فعندي طريقتين، يا اما اخد الماجنتيود فاليو، ياخد الماجنتيود فاليو بحيث ان انا دايما الماجنتيود سواء بوزيتيف او نيجاتيف هيبقى بوزيتيف، او كنت اربع اخد التربيع بالنسبه للايرور. بناخد التربيع عشان يبقى ديفرنشبل، عشان يبقى قابل للتفاضل، يبقى قابل للتفاضل. نمره واحد. نمره اتنين انه كمان مع التربيع الايرور الصغير هيظهر اكتر والايرور الكبير هيزيد اكتر، وبالتالي كاني بعمل ويت يعني بعمل ويتنج للايرور بشكل اكتر. لو فرضنا بقى ان احنا عندنا اللي بتساوي زيرو، اللي بتساوي زيرو معناها انه كاني خدت خط مستقيم من هنا، يعني كاني خدت خط مستقيم. يبقى فرضت عندي خدت اونلي اوميجا نوت في اكس اس 0 على 1، يعني يمكن كاني خدت خط مستقيم قيمته ثابت اوميجا نوت، يعني كاني خدت حاجه عامله كده، الجزء المقطوع بس من محور الصادات، الجزء المقطوع فقط من محور الصادات كاني خدت اوميجا نوت. لو خدت ام بتساوي صفر، طب لو خدت ام بتساوي واحد يبقى خدت خط مستقيم تاني ليه ميل، يبقى كان انا عندي لو خدت ام بتساوي صفر يبقى خط موازي لمحور اكس، لو خدت ام بتساوي واحد يبقى في ميل، هتبقى عباره عن زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا ام بتساوي زيرو معناها خدت اوميجا نوت بس، اوميجا بتساوي واحد معناها خدت الاثنين دولت، يبقى الميل بيساوي اوميجا واحد، الميل بالنسبه للخط بيساوي اوميجا واحد،
والجزء المقطوع من محور الثبات هو عباره عن اوميجا نوت. لو خدت ان ب2 يبقى معناها ان انا هبتدي اخد الثلاثه تيرمز دولت بهذا الشكل، دي ان بتساوي 3، ان بتساوي 3 واضح ان هو افضل من ام بتساوي واحد. هنا في نقطه خطيره جدا، اهي دي الاوفر فيتنج، اهي دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها من قيمه شويه وكام ريزر، كنا بنتكلم عليها من قيمه شويه وكام ريزر. كنا بنقول ايه؟ بنقول لو احنا زودنا عدد البارامتر اللي موجوده فهل ده في صالح الريجريشن اللي احنا بنعمله دوت، ان احنا بنحاول هنا فرق بين المساله دي والمساله اللي فاتت، ان الاستيميتد فانكشن بالنسبه لنا كونتينوس ريال فاليد، الريال فاليد هنا بالنسبه لي مش زي كلاسفاير، مش زي المساله بتاعت السي باس والسلمون ان كان باينري كلاسفاير. هنا المره دي انا بدور على كونتينوس فاليو، بدور على احسن خط احمر، الفرق بينه وبين الخط الاخضر بالنسبه لنا اقل ما يمكن، اقل ما يمكن. صحيح هنا لو بصيت ان هو مر بكل النقاط اللي موجوده، لكن في الواقع لو انت شفت المين سكوير ايرور بالنسبه لنا هليها اكبر بكتير نتيجه الاوفر فيتنج. واضح من هنا لو احنا رسمنا الايرور بالنسبه للروت مين سكوير ايرور، الروت مين سكوير ايرور ادي المعادله بتاعته اهو، عباره عن الجذر التربيعي 2 في الايرور على عدد النقاط اللي موجوده، فده عباره عن الروت مين سكوير ايرور اللي بيمثل الفرق بين الخط الاحمر وبين الخط الاخضر، بين الخط الاخضر. فنقدر نلاقي انه كان الايرور مقبول لغايه ما وصلنا للاوردر 8، عند الاوردر 9 بقى في فرق كبير جدا بين التريننج داتا وبين التست داتا، يعني التست داتا بالنسبه لنا هيبقى العدد كبير جدا، ده نتيجه قلنا زي ما اتفقنا نتيجه الاوفر فيتنج، نتيجه الاوفر، نتيجه انه مش معنى ان انا كل ما زود الاوردر، كل ما زود الاوردر بالنسبه لي معناها ده افضل. هنا المشكله اللي احنا قلنا عليها بالنسبه للاوكام ريزر، وانه المساله دي معروفه تحت اسم باس فاريانس دايلما، باس فاريانس دايلما. عشان نحل المشكله بتاعت ان انا كل ما بزود الاوردر، لو بصيت للمساله هنا تجد الاتي، لما كانت ام بزيرو خدنا بارامتر واحد بس في المساله اوميجا نوت، وكان قيمته 19%. لما خدنا ام بواحد خدنا قيمتين، قيمه لاوميجا واحد وقيمه لاوميجا نوت، قيمه لاوميجا واحد وقيمه لاوميجا نوت. الملاحظ هنا ايه؟ ان لما ام بقت بتسعه البولينوميال كوفيشنت زادت جدا. يا شايف القيم بالنسبه لنا بقت عامله ازاي؟ يبقى من المنظر بتاع البولينوميال كوفيشنت هنا نجد ان القيم اوميجا بتزيد جدا، وبالتالي لما اوميجا بتزيد الايرور بيزيد، لان الايرور في الواقع لما اوميجا قيمته بتزيد الايرور، لان الايرور فانكشن في اوميجا، فلما قيمه اوميجا بتزيد، لما قيمه اوميجا بتزيد الايرور نفسه بيزيد، الايرور نفسه بيزيد. ده واضح جدا من المنظر اللي قدام حضراتكم دوت، ان لما الاوردر بتاعت الكوفيشنت زادت، لما الاوردر بتاعت الكوفيشنت زادت وجدنا قيمه اوميجا زادت، كانت هنا قيمه اوميجا صغيره 0.82 وماينس 1.2، حتى عند 3 برضو قيمه اوميجا بالنسبه لنا صغيره، انما لما وصلنا الاوردر 9 لقينا اوميجا بالنسبه لنا زادت جدا. حل المشكله دي بنحلها بحاجه اسمها ريجولايزيشن، هنشوف دلوقتي ريجولايزيشن هيحلها ازاي. نحاول نعمل بناليتي على الاوردر، هنعمل بناليتي على قيمه اوميجا نفسها، لكن هل الداتا سايز، الداتا سيت سايز بيأثر ولا بيأثرش؟ طبعا بيأثر. يعني هنا عندنا لما عدد النقاط بتزيد عند نفس الاوردر، هنا كانت
بدأنا بعدد نقاط قليلة، عدد النقاط قليلة، لما عدد النقاط بالنسبة لنا زادت ان ب 15 فممكن ازود الاوردر بالنسبة لي. لو ان ب 100 هتلاحظ انه الاوردر اللي كان 9 كان مستهجن، كان مستهجن عند اوردر بيدي الخط الاحمر ده كان بيدي ايرور كبير قوي، لكن لما خدت عدد من السامبلز اللي بنعلم بيها زادت. لما عدد، لا المحاضرة الساعة 5 بتوقيت القاهرة، المحاضرة الساعة 5 بتوقيت القاهرة. فشفنا ان كأن الداتا سيت ايضا، الداتا سيت سايز، الداتا سيت سايز ايضا بتأثر. يبقى عندي حاجتين، الاوردر بالنسبة لنا، وكذلك الاوردر بالنسبة للبولينوميال، وكذلك بالنسبة لعدد النقاط. يعني في الواقع في حاجة اسمها هوفدينج inequality، هتوضح بعد كده انه لما عدد الداتا سيت بتزيد، لما عدد التريننج سيت كم سامبل انت بتعلم بيها، فلو بتعلم بعدد سامبل قليل الاكيرسي بالنسبه لك هتقل، وبالتالي الايرور هيزيد، وبالتالي الايرور هيزيد. فكأن الاستيميشن بالنسبه لي، الاستيميشن بالنسبه لي هيبقى الاستيميشن ايرور او الاكيرسي بالنسبه لي هتقل كل ما تكون التريننج سامبلز، عدد السامبلز اللي انا بعلم بيها قليل، عدد السامبلز اللي بعلم بيها قليل. ده حل من حلول مشكلة الاوردر العالي اللي كان بيتم. مشكلة دي اسمها حل، الحل ده اسمه نوع من التنظيم regularization consists in carefully controlling the complexity of classifier in order to prevent the overtraining. شفنا مشكلة الاوفر تريننج، مشكلة الاوفر تريننج هنا احنا قلنا عليها ان احنا لما خلينا الكلاسيفاير باوندري مور كومبليكيتد فقدنا الجنراليزيشن. هو كان بيعمل تصنيف ممتاز جدا بالنسبة للتريننج سيت، لكن لما جينا في التست سيت اداني ايرور كبير زي ما قلنا الكلام ده. والمسألة دي سميناها اوفر فيتنج بروبلم، وقلنا انها بينطبق عليها مقولة اوكام ريزور، شفرة اوكام، ان مفيش داعي لتعقيد كلاسفار اذا كان الكلاسفار البسيط ممكن يديني نتائج طيبة. حل من حلول مشكلة الاوفر فيتنج، امنع الاوفر فيتنج ده ازاي؟ طب انا مش عارف، يعني كأن السؤال اللي بيتوارد الى الذهن هنا هو طب انا اذا كان يعني اذا كانت الاكيرسي بالنسبة للايرور بهذا الشكل، كل ما بزود الاوردر هنا الايرور زاد جدا زي ما انت شايف كده في التست ديتا. في التريننج داتا بيديني زيرو ايرور، في التريننج داتا بيديني زيرو ايرور، وبفرح بيه جدا، بفرح ان الكلاسفاير بالنسبه لي او الريجريسور بالنسبه لي او الكيرف فيتنج بالنسبه لي اداني زيرو ايرور. ادي الايرور هنا بالنسبه لنا، ده الاكس بتاع الايرور كروت مين سكوير فاليو، اداني زيرو التريننج لكن اداني فاليو كبيره جدا التست. طب حل المشكله دي ازاي؟ حلها بنقول او ايه سببها؟ سببها في الواقع ان البرامتر، قيمة البرامتر بالنسبة لنا الكوفيشنت، لما الاوردر زاد قوي القيم دي زادت، ولما كان الايرور بالنسبة لنا فانكشن في اوميجا، واوميجا دي زادت جدا، فعشان كده الايرور زاد. طب امنع الكلام ده ازاي؟ من الحلول اللي هي ممكن ان احنا نمنعها عن طريق حل اسمه الريجولايزيشن. ازاي؟ ان احنا نيجي واحنا بنستنتج الاوميجا، واحنا بنستنتج الاوميجا نحاول نعمل بناليتي، نعمل جزاء، نعمل شرط جزائي على لما اوميجا تزيد الايرور يزيد. فنضيف على الكرايتيريا اللي احنا بنجيب منها اوميجا نضيف الترم ده. اضافة الترم دوت بيخليني اعمل ازاي؟ طبعا ده اسمه نورم،
الجزء ده اسمه نورم. يبقى ساعتها انا مش هبص بس للايرور، لا انا عايز امينيمايز حاجتين، عايز امينيمايز الجزء ده ومينيمايز كمان الجزء ده. يبقى كاني انا بعمل ازاي لما اوميجا تزيد الكرايتيريا بتاعت الايرور بالنسبه لي هتخليني اقول لا مفيش داعي بقى ان انا اخد اوميجا دي. يبقى انا مثلا لو خدت اوميجا نوت وكانت قيمتها صغيره هيبقى الترم ده صغير، يبقى مفيش خوف. انما لما اخد عدد كبير جدا من اوميجا النورم ده هيزيد، النورم ده هيزيد وبالتالي الايرور هيزيد، وبالتالي هرجع احاول او لا مفيش داعي اخد اوميجا دي. يعني لو انا خدت اوميجا نوت، لو خدت اوميجا نوت وكانت القيمه دي قليله خلاص يبقى ممتازه اوميجا نوت كويسه. لو خدت كمان اوميجا واحد، اوميجا نوت واوميجا واحد لما اخد النورم بالنسبه للفيكتور ده يبقى كاني بعمل ازاي؟ كاني بربع القيمه دي زائد مربع القيمه دي. يبقى لازال لو طالما دول صغيرين، طالما قيمتهم قليله يبقى الترم ده صغير، يبقى مفيش خوف ان الايرور تزيد. هفضل ماشي كده لغايه اما اجي عند قيمه معينه واخد فيكتور بالنسبه لي هلاقي ان القيم بتاعته كبرت اوميجا واحد وهكذا لغايه سيرتن اوميجا ولتكن اوميجا ان، هلاقي ان مربع ده زائد مربع ده زائد مربع ده زائد مربع دوت هلاقي القيمه دي زادت. في الوقت دوت هقول نتيجه ان انا خدت بارامتر جديد، خدت بارامتر جديد القيمه دي زادت، يبقى مفيش داعي اخد البارامتر ده عشان انا مش عايز ازود الايرور. طبعا انا بجيب القيمه ازاي؟ بجيبها بالتفاضل، بفاضل الايرور ده واساويه بالصفر. بس هنا التفاضل بالنسبه للاوميجا، يعني ازاي بجيب في الاخر احسن قيمه الاوميجا؟ بجيبها بالتفاضل. التفاضل بالنسبه لي بيديني ميل المماس، وميل المماس معناه ان انا لما بيكون عندي كيرف زي كده مثلا وعايز اجيب الماكسيمم فاليو او قيمه زي كده وعايز اجيب المينيمم فاليو، فبجيبها بالتفاضل، بفاضل الكيرف ده واساويه بالصفر، او افاضل الكيرف ده واسيبه الصفر، وبعدين بعد كده بجيب التفاضل المشتقه الثانيه وبشوف المشتقه الثانيه سالب ولا موجب عشان اقدر اعرف، لان ميل المماس عند النقطه دي بيساوي صفر وميل المماس برضو عند النقطه دي بيساوي صفر سواء كان ماكسيمم او مينيمم. او حتى اجيبها بسيرش الجوريثم عادي جدا ان انا ادور على قيمه اوميجا اللي تخلي الايرور ده اقل ما يمكن. يبقى الريجولايزيشن بالنسبه لنا هنا عمل ايه؟ الريجولايزيشن بالنسبه لنا عمل ايه؟ ابتدى يضع بيناليتي على ان لما اوميجا تزيد. بس انا بقى عندي متغيرين اتنين هنا، بقى عندي مشكلتين مش مشكله واحده. انا مش عارف افضل قيمه اللامدا وافضل قيمه الاوميجا، مفيش مشكله. يبقى بدل ما كنت بفاضل تفاضل يعني تفاضل بسيط، بدل ما كنت بجيب دي الايرور باي دي اوميجا واساويه بالصفر، يبقى عندي تفاضلين، هجيب بارشل الايرور باي بارشل اوميجا، وفي الحاله دي اعتبر لامدا كونستانت، واجيب التفاضل الثاني بارشل الايرور باي بارشل لامدا، لان انا عندي متغيرين هنا بدور عليهم. احسن قيمه اوميجا واحسن قيمه لامدا اللي تديني اقل ايرور، احسن قيمه اوميجا واحسن قيمه لامدا اللي تديني ايرور. ممكن طبعا دول يجوا جينيتك الجوريثم مثلا، كسيرش الجوريثم ممكن ان انا ادور على يعني اي نوع من السيرش الجوريثم يقدر يدور لي اذا كان التفاضل مش تراكتبل، اذا كانت المساله ما اقدرش اوصل لها بالتفاضل العادي، ممكن استخدم اي سيرش الجوريثم بسيط يوصلني لاحسن قيمه اوميجا واحسن قيمه لامدا. فهنا فعلا وضحت مساله الريجولايزيشن انها ادتني افضل قيمه عند خدنا اللين بقى، يعني كان هنا عندي ده الاساس اي طبعا، فهنا قيمه اي اس ماينس 18 يعني بتساوي 1 على لامدا، بتساوي هنا 1 على اي اس 18. يا دي لامدا قيمه صغيره قوي، ايوه
لندا قيمه صغيره قوي يعني. دي الاوبتيمم لندا اللي بالنسبه لنا اللي في الكيرف دوت. لندا بتساوي اي اس ماينس 18، يعني بتساوي 1 على طبعا اي اللي هو 2.7 2.718 وهكذا. يعني ده قيمه اللي هو الاكسبوننت بالنسبه لنا اللي موجود. ده متهيألي كانت اخر سلايد انا قدرت احملها، وبالتالي انا كنت طلبت من الدعم الفني قبل المحاضره اني دي فعلا اخر. لا، في الواقع في لسه بقيه السلايدز، لكن بقيه السلايدز هنا بتقول لي قيم لندا اللي موجوده قد ايه. ده برنامج بسيط مكتوب بماتلاب بيحاول ان هو يفهمنا الجزء اللي موجود اللي فات ده كله. ده البرنامج اللي مكتوب بماتلاب بيحاول ان هو يقول عندي نويز ليها نورمال ديستريبيوشن، ليها نورمال ديستريبيوشن سوبر امبوزد على، يعني النويز نورمال ديستريبيوشن ديت سوبر امبوزد مع اتش ترانسبوز. اتش ترانسبوز دي عباره عن اكس قيمه مع ساين، مع ساين ويف اللي هو قدام حضراتكم المنظر ده كده. كان عندي الجزء ده سوبر امبوزد عليه النويز اللي موجوده دي، سوبر امبوزد عليها النويز اللي موجوده ديت. هو ده على اساس ان احنا نرسم الاثنين، وبعد كده هنا بقى الاوردر بتاع البرامتر. هنا الاوردر بتاع البرامتر، خدنا مره واحد فيديني خط مستقيم اللي هو كان قدام حضراتكم ده. لو خدت ان في البرنامج دوت، لو خدت باتنين يبقى معناها هاخد كيرف، لو خدت ان بتلاته وهكذا. فتقدر تتاكد من الاوفر فيتنج هنا عن طريق انك تزود الاوردر بالنسبه لك، بالنسبه للبولي فيت. البولي فيت فانكشنز اللي موجوده تقدر انها تقدر انها تزود عدد الاوردر اللي موجود، وبالتالي تقدر تموديفاي البرنامج ده، تقدر تموديفاي البرنامج ده وتحسب الليست سكوير ايرور. هنكتفي بالمحاضره بهذا الشكل النهارده، لان انا السلايدز اللي موجوده كنت اتمنى دي كانت اخر حاجه كنا عاملين لها ابلود، وان شاء الله ارجو ان الدعم الفني المره القادمه حاولت ان انا احمل جزء اخر من المحاضرات. فهنكتفي بالمحاضره، يعني خدنا محاضره صغيره المره دي ساعه وربع. فان شاء الله ميعادنا يوم الخميس القادم الساعه 5، 5 بتوقيت القاهره يعني 6 بتوقيت جده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك في حضراتكم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله كل خير. ان شاء الله انا يعني المره القادمه ارجو بس ان انا الفايل اللي انا كنت عايز احمله، حاولت المره دي اكتر من مره يعني احط احمل اجزاء اخرى، لكن للاسف البرنامج لم يقبل الاجزاء الثانيه. يعني حاولت ان انا احط اجزاء اكتر من كده، ولكن ان شاء الله هحاول من يوم الثلاثاء القادم باذن الله هبعت الفايل اللي انا عايز احمله، وان شاء الله يكون قبل المحاضره يوم الخميس القادم باذن الله يكون اتحمل. وجزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.